الحضور ديالنا هذه الوقفة اللي من خلالها كنعبروا على الفرح ديالنا بالدبلوماسية المغربية اللي حققت يعني واحد النصر كبير من خلال الاعتراف ديال أقوى دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية بأن الصحراء المغربية وجزء لا يتجزأ من المغرب الحبيب. فاحنا كفعاليات ديال المجتمع المدني اليوم يعني حاضرين بقوة من أجل يعني التعبير على الفرح ديالنا بهذا النصر الكبير اللي حققه المغرب. وإن شاء الله أن هذا الملف أنه قريب غادي يطوى إن شاء الله. حتى الصحراويين المحتجزين في تندوف يعني إن شاء الله غادي يرجعوا للوطن، ورغم يعني كيد الأعداء اللي دائما كيقولوا بأنه هذوك الناس اللي هم صحراويين لا علاقة لهم بالمغرب، وإنما هذوك الناس اللي هم صحراويين وثائق اللي هي قديمة كاينه في اسبانيا، كاينه في المغرب، كاينه عده وثائق اللي كتثبت ان الصحراء المغربيه منذ القدم ومنذ الازل. التصويرين فاعلين جمعاوي التصويره بغيت نشوفو درت نتواجدو دابا في ساحه مولاي حسن الوقفه ديال المجتمع فعاليات المجتمع المدني للتصويره. انا اليوم جبت سعادة فرحين بالاعتراف بالولايات المتحده الامريكيه بالصحراء المغربيه. حنا اليوم جد فرحين كفاعلين جمعويين من هذا يوم تاريخي من طنجة القوية المغاربة كاملين فرحة بهذا السعادة بهذا الاعتراف من الصحراء المغربية. حنا اليوم سعادة كمجتمع مدني الصغيرة، وشكرا للفعاليات المجتمع المدني على الحضور ديالهم بصحة مولاي حسن، وتحية للإعلام توالي محمد التغطية. المرحلة هي مرحلة جد ثمينة في تاريخ المغرب، وحنا ديما تنبقاو مغاربة وديما كنقولوا بأن الصحراء المغربية واحد القديمة المغربية، والاعتراف تاع دولة أمريكا ما هو إلا تزاد على الرصيد اللي عندنا ودقة قوية للبوليزاريو اللي خصهم يفهموا راسهم بأن هذوك المناوشات ودوك الكذوب ما عندهم حتى محل في الشعب، وحب الشعب المغربي لبلاده وأي قطعة من أرضه وأي حبة رمل ما غيسمحش فيها. وعاش الملك وعاش الوطن والصحراء المغربية والقديمة المغربية. تحية جمعوية مغربية وقفة التضامنية سيدنا وقفة النصر لاعتراف دولة أمريكا بمغربية الصحراء المغربية، وهذا ليس بجديد على الشعب المغربي. إذا لمشنا في تاريخ المغرب سنجد من هذه القلعة العلوية الشريفة كان السلطان محمد بن عبد الله وزير له من يهود سلطان الصورة الذي كان مضى وثيقة اعتراف بأمريكا، وبين الدولتين هناك أواصر تاريخية ليس بالجديدة كما يدعي البعض. وحنا الآن عبر مغاربة العالم مسلمين ويهود ومسيح، وأن دائما وأبدا أرض المغرب أرض تعايش، أرض أديان، أرض تسامح. وحمي هذه القلعة العلوية الشريفة الآن هنا في قصر ديال السلطان محمد عبد الله تاريخيا. أحيي جميع مغاربة العالم يهود ومسلمين ومسيحيين، أقول لهم المغرب أرضكم أرض التسامح أرض الجميع. Bien sûr, c'est un événement spécial qui se passe à travers les différentes régions du Maroc et qu'on appelle le moment de la victoire. C'est pas un sitting, c'est une présence de la victoire qu'on peut enregistrer concernant la première question nationale du Maroc, c'est-à-dire la légitimité du Sahara marocain. Et nous avons assisté ces derniers mois, ces dernières semaines, particulièrement ces derniers jours, à de grands événements, à de grandes stations, on peut dire, au niveau politique et diplomatique, qui ont confirmé la victoire du Maroc. Et la toute dernière, c'est justement ce que je disais, la signature, comment l'ambassadeur des États-Unis vient de signer sur la carte du Maroc, il s'attend de Tanger Al-Gouira, ce qui est une victoire à bien souligner, en plus bien sûr de la reconnaissance des États-Unis et aussi l'appel de beaucoup, de presque la majorité absolue des pays arabes et africains à négocier pour justement ramener aussi leur consulat à Al-Aïn ou à Dakhla, parce qu'ils reconnaissent tous
le choix et la légitimité du choix marocain pour son Sahara et en même temps tout ce qu'il investit sur le plan matériel, diplomatique, pour le bien-être avec le choix qu'il a toujours préféré, c'est-à-dire sous la légitimité, la direction, la présence de tous ceux qui sont concernés par cette question. La société civile, on peut enregistrer deux choses, il y a des victoires que réalise la diplomatie marocaine qui sont superbes, et le travail de la société civile, et le travail de la presse, de tous les médias qui travaillent justement et qui aident à enregistrer cette victoire marocaine. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.